في الواقع التقيت بخدمة سرية منذ عقود لأنني أحضرت اقتراح منظمة التجارة العالمية إلى البيت الأبيض، وهي بعثات سرية، ولكن بسبب العولمة فإن عالمنا الآن ينهار ولا يوجد حكومة الآن، حتى منظمة الأقمار الصناعية التابعة للأمم المتحدة تباع بثمن بخس لإيلون ماسك إكس سبيس. لقد تلاعب بكل شيء بما في ذلك بياناتنا لأنه اشترى تويتر. إيلون ماسك هو أغنى رجل في العالم. عندما اشترى تويتر دفع أموالا للعديد من موظفي تويتر، ولكن الآن زادت أصوله بمقدار 2 تريليون دولار، بالإضافة إلى أنه أصبح رئيساً للولايات المتحدة، وعينه الرئيس كإدارة ميزانية حكومية، وسوف يطرد المزيد من الأشخاص في الحكومة لأن كل الأموال تذهب إلى شركته في القطاع الخاص، لأنه تبرع بمبلغ 1.5 مليار دولار لترامب من أجل الانتخابات الرئاسية، وكان هذا الغرض من وصوله إلى البيت الأبيض هو الخطوة الأولى، وهو بالفعل أغنى رجل، لكنه اشترى تويتر وأصبح إكس. لقد طرد العديد من الموظفين، بما في ذلك الآن حكومة الولايات المتحدة بالكامل، وكلها بيعت لتلك الشركات الكبرى. علاوة على ذلك استولى على قمر الأمم المتحدة الصناعي يونوسات لأنه أراد التلاعب بالعملة المشفرة العالمية باستخدام كلبه المزيف بيتكوين مع تارلينك الخاص به مع الكمبيوتر العملاق مثل نفيديا ومايكروسوفت وأمازون. جاك بيزو يمكنهم التلاعب بجميع البيانات من البنك الدولي إلى المحكمة العليا. القاضي بما في ذلك الولايات المتحدة والبنتاغون باستخدام ستارلينك يمكنه اختراق جميع بيانات أجهزة الكمبيوتر المحمولة لدينا باستخدام أمازون NAVADAA مايكروسوفت أمازون ميتافيرس محرك بحث فيسبوك جوجل جميع أجهزة الكمبيوتر الفائقة. هؤلاء الأشخاص لديهم سلاح سري كمبيوتر فائق، لديهم جميعا مركز بيانات، مجموعة 8 مليارات نسمة من بين سكان العالم. بالطبع لا يزال هناك 4 مليارات فقير ليس لديهم إنترنت، ولكن معظم الناس في جميع أنحاء العالم لديهم الآن هاتف محمول يستخدم معظم الناس، آيفون أو آبل أو أندرويد أو محرك بحث جوجل. خاصة الآن بدأنا للتو في الترويج للذكاء الاصطناعي باستخدام TSMC وسيسكو للصناعة نفيديا أشبه الموصلات من إنتل على وشك الاستيلاء. بالطبع كان لدى سامسونج ألدو توسع اليابان وألمانيا TSMC في بلد مختلف الآن، ولكننا لم نسمح لتلك التكنولوجيا العالية بالاستيلاء على قمر الأمم المتحدة الصناعي من خلال هذا الرئيس التنفيذي المحتال. تيسلا إكس سبيس حاول التلاعب بنظامنا الديمقراطي العالمي. تيسلا وBYD استخدام بطارية الليديوم الخاصة بهم كتجربة بشرية. كانت العديد من السيارات تحترق لأننا نريد الحصول على طاقة بديلة في المستقبل، ولكن تلك فقط كم من الوقت هو تاريخنا البشري لتطوير طاقتنا. العديد من الطاقة البديلة ليس فقط الليديوم، كان لدينا الهيدروجين والعديد من الآخرين. ثاني أكسيد الكربون المتكئ الآن هو ثاني أكسيد الكربون 29. قمرنا الصناعي بالكامل يحتاج إلى إدارة حقيقية وليس تلاعبا بواسطة إيلون ماسك.
أولئك القطاع الخاص هو محتال كبير في تاريخ البشرية يريد مهاجرين إلى المريخ يجب أن يذهب بنفسه أولا بسيارته الفضائية إكس تحترق في كل مكان مات الكثير من الناس لأن إيلون ماسك نحن البشر كما تلاعب بسوق الأوراق المالية والسعر كما تستخدم مايكروسوفت شهادته الرقمية للقاحات مع منظمة الصحة العالمية كم عدد الأشخاص الذين ماتوا بالفعل بسبب الوباء أسواق الأسهم المفضلة لشركات الأدوية الكبرى نحتاج إلى القتال من أجل هؤلاء نوع آخر من الدكتاتورية في عالمنا استخدم أيدينا البشرية على سبيل المثال الآن الانتخابات العالمية تستخدم الكهرباء تلك الشركات التكنولوجية العالية الرئيس التنفيذي لأن سوق الأوراق المالية وسوق الهاتف المحمول تم التلاعب بها وتلك الحواسيب العملاقة تبني قاعدة بياناتنا في كل مكان لجمع 8 مليارات نسمة حياتنا مستشفانا مطارنا قطاعات حكومتنا معظم المطارات تستخدم مايكروسوفت وأيضاً بعض الإدارات العسكرية ومعظم المنتجات التي نشتريها عبر الإنترنت يتم التلاعب بها من قبل جوجل أو آيفون أبل تقريباً كل الحكومات حول العالم مرتبطة بفيسبوك وإنستغرام وميتافيرس ويوتيوب لهذا السبب يريد إيلون ماسك شراء يوتيوب وماكدونالدز إنه الأكثر جشعاً الاصطدام مع هؤلاء السياسيين الأكثر قذارة مثل حكومة الولايات المتحدة هو الانهيار وخاصة قادة الاتحاد الأوروبي في الشرق الأوسط والقيادة العظيمة من فضلكم نجتمع معاً لوقف هذا الاحتيال الكبير في جميع أنحاء العالم ماسك نوقف الاستثمار في تسلا وخاصة ستارلينك لا نستثمر في إيلون ماسك شركته دعه يجلس في البيت الأبيض يستخدم قمره الصناعي الخاص ويلعب الألعاب بنفسه لا يمكننا السماح له بالتلاعب بعملتنا المشفرة مع كلبه بيتكوين مزيف اشترى عملة إكس الخاصة به لا تدفع أي سنت واحد والإعلان دعه يلعب حسب رغبته الأطفال مع الكثير من الزوجات الإضافيات عندما رأيته قمت على الفور بحظر منتجاته وخاصة قمر الأمم المتحدة الصناعي نحتاج إلى إيقاف إيلون ماسك مع النخبة الخاصة به يمكننا بناء قمرنا الصناعي الخاص بنا نحن لا نستخدم ستارلينك دعونا نعمل معا مع الله المختار الذي حضر قمر صناعي عالمي بالكامل من ستارلينك أشعر أن عالمنا في الواقع لا توجد حكومة عالمنا يتلاعب به المجرمون وخاصة على الإنترنت تحاول تلك التكنولوجيا الكبيرة التلاعب بحياتنا وهاتفنا المحمول وبطاقة الائتمان ونظامنا المصرفي سينهار لأنهم نجعل الأمر بسيطا ولا نحتاج إلى الاستماع إلى هؤلاء المحتالين الذين يحاولون التلاعب بحياتنا وسرقوا أموالنا وبياناتنا وتأميننا الصحي وخاصة الحرب الإبداعية عندما بدأت في عام 1994 في الترويج للإنترنت، بدأت 12 دولة في العالم من أجل اليد البشرية الأفضل ولديها اتصال أكثر ملائمة لا أحصل على سنت واحد. مقابل ذلك فكرتي هي مساعدة الناس على الحصول على نظام اتصال أفضل واي فاي مجاني من أجل الحرية خطاب الجميع إذا لا حرب بين الجميع 8 مليارات الله مجاني وليس فقط من أجل الفوائد لأولئك المتعطشين للسلطة
والمال المتعطشين هؤلاء الكونسورتيوم الجشع العالمي بالكامل تحاول تلك التكنولوجيا الكبيرة الآن السيطرة على العملة المشفرة العالمية بالكامل بعملتها المزيفة قوة الكلب المزيف بيتكوين سيارة مزيفة أشخاص مزيفون هؤلاء إيلون ماسك لا ينبغي لنا أن نستثمر في سيارتهم قمر صناعي سفينة فضاء مزيفة مشروع مسروق من وكالة ناسا مع هؤلاء السيناتور المزيف عضو الكونغرس العالم كله مزيف بما في ذلك الأمم المتحدة هؤلاء يا رئيس لا يمكنك إيقاف الحرب هل يمكنك الاستقالة بنفسك مثل بوينغ لأن وضع جزء مزيف في الطائرات سيؤدي إلى انهيار الشركة بالكامل؟ أعطني فرصة. في الواقع التقيت بخدمة سرية منذ عقود لأنني أحضرت اقتراح منظمة التجارة العالمية إلى البيت الأبيض وهي بعثات سرية ولكن بسبب العولمة فإن عالمنا الآن ينهار ولا يوجد حكومة الآن حتى منظمة الأقمار الصناعية التابعة للأمم المتحدة تباع بثمن بخس لإيلون ماسك إكس سبيس لقد تلاعب بكل شيء بما في ذلك بياناتنا لأنه اشترى تويتر إيلون ماسك هو أغنى رجل في العالم عندما اشترى تويتر دفع أموالا للعديد من موظفي تويتر ولكن الآن زادت أصوله بمقدار 2 تريليون دولار بالإضافة إلى أنه أصبح رئيساً للولايات المتحدة وعينه الرئيس كإدارة ميزانية حكومية وسوف يطرد المزيد من الأشخاص في الحكومة لأن كل الأموال تذهب إلى شركته في القطاع الخاص لأنه تبرع بمبلغ 1.5 مليار دولار لترامب من أجل الانتخابات الرئاسية وكان هذا